استوديو الفن والبداية وبقيت سوبر ستار وانت عندك 16 سنة، ده غير ازاي في رامي عياش؟ وكان الناس حواليك بقى يعني عاملين ازاي؟ 16 سنة ده بدري شوية استوديو الفن. صح قوي على فكرة. بس ده كان قدرنا وده ربنا هو اللي كاتبه، والحمد لله أكرم علينا في كل يعني في كل خير، ولسه مستمرين لحد دلوقتي بالأصول وبال يعني بال بال بالخط اللي بيريحنا، ما تبعنا موجات معينة، ما عملنا شيء خارج عن إرادتنا وحبنا للفن، بقينا على نفس الأصول ومكملين الحمد لله. يعني عندك ستايل في المزيكا شوية نقول ده الفن القديم الأصيل ودي الصافي، وشوية نلاقي مزيكا مختلفة وتجارب موسيقية غريبة. عندك ماكس كده زي ما كنت بقول، ما سبتنيش أكمل كلامي. صوت جبلي قوي في نفس الوقت صوت حنين جدا. الماكس ده ابتدى ازاي؟ نشأته كانت عاملة ازاي؟ ازاي طلع صوت رامي عياش؟ هدير، بحب هيدا الميكس لما بيقولوا لي انت طربي شعبي وبذات الوقت بتغني اوبرا لما بدك تغني اوبرا، وبذات الوقت بترقص لما بدك ترقص. هيدا الكومبينيشن انا كتير بحبه بشخص بعمري، واليونج جينيريشن كمان بحب هيدا الشيء. وبحفلاتي بتلاقي في سماعه بتجي بتسمع طرب، هيدا الشيء بالنسبه لي حلو تجمعي كل انواع الناس. يلي بحب الطرب بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب يرقص بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب الاوبرا وضخامة الصوت بيقدر يلاقي فيك. هيدي بعتبرها نعمة من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله عم حبت الناس. قريت كتير انه مامتك كانت الداعم اول حد علمك الموسيقى، وهي كانت بتدندن معاك. ازاي شايف موضوع اهتمام الاهل بالمواهب من صغرهم يفرق معاهم؟ ما فيش اهتمام اهل ما فيش وصول للشخص، وحتى لو وصل رح يوصل بتعب كتير كبير ومن غير بركة. بتحسي الدعم الأكبر من أهله مش موجود. بتمنى على كل أهل إنه نشوفه في موهبة، مش ضروري فن، رسم، فن، غنى، عزف، إنه يدعموها للآخر.